نبدأ مشاهدينا كالعادة بصور عن تأثير تفشي فيروس كورونا على الحياة اليومية. والبداية من بيكاسي الإندونيسية، وهذا المشهد الحزين لما آلت عليه حال صفوف الدراسة بسبب جائحة كورونا. فبعد أن كانت الصفوف تضج بالأطفال، تم تقليص العدد واتخاذ إجراءات صارمة لحمايتهم من العدوى. وإلى محطة سان بانكراس في لندن، ومسافرين يقصدون فرنسا أو بلجيكا أو مدن أوروبية أخرى بعد أن رفعت السلطات شرط الحجر الصحي الذي كان مفروضا على العائدين. وهذه الصورة لأيرون مان، أي الرجل الحديدي، وهو يقيس حرارة أحد الزائرين في أحد مشافي إندونيسيا. عسى أن يكون لقناع أيرون التأثير المطلوب في الانتصار على كورونا. والختام مع تمثال الملك البافاري السابق لودفيج الثاني، وقد وضع كمامة في مطار فرانز جوزيف شتراوس في ميونخ وسط جائحة كورونا. والآن مشاهدينا إلى بعض أبرز أخبار كورونا عبر العالم. بعد تجربة مريرة مع وباء العصر، عاد الطبيب اليمني مهدي مهدي الذي تمكن من هزيمة الفيروس إلى مزاولة عمله مجددا في علاج المرضى. كان مهدي من بين أولى الإصابات المؤكدة في عدن، حيث بدأ الإحصاء الرسمي للإصابات في مايو أيار الماضي. في ذلك الوقت لم يعلن المسؤولون عن وجود أي حالات مؤكدة في البلاد. مر الموت من هنا، وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يختطف مهدي مهدي من أطفاله الستة. مهدي طبيب عناية مركزة يمني، أصابه فيروس كورونا في رئتيه قبل أن يعلن اليمن ظهور الوباء فيه. بدأت أعراض الجهاز التنفسي تظهر على شكل حمى وضيق نفس، وترقت حوالي 4 أيام في المستشفى على أكسجين، لكن ما كانش يعني فائدة، لأنه كانت الحالة بدأت تدهور. ودخلت على جهاز تنفس صناعي لمدة 10 أيام، وكانت تحت التخدير العام في غيبوبة تامة. تجربة مريرة عاد منها مهدي أقوى من ذي قبل، مزاولا عمله من جديد بعدما أصبح أخبر بقدرة الفيروس. 1/6 رجعت للعمل، رغم أنه ما كانش لي حوالي 12 يوم من يوم ما خرجت من الجهاز تنفس صناعي، بس لأن المواطنين صراحة عندما كنت في البيت كنت أسمع حالات وفاة، يعني كانت في اليوم توصل إلى 100 حالة، 200 حالة داخل عدن يعني وفاة، ولابد كان من رجوعنا مشان نساعد المواطنين. مهدي أصيب بالداء الذي يداويه، وربما كان من بين المحظوظين الذين نقلوا إلى العناية المركزة بسرعة. حياة جديدة كتبت له، فيما يموت آخرون في بيوتهم بصمت دون أن يعلموا أنهم مصابون به أصلا، في ظل نقص في فحوص الفيروس وتهالك في النظام الصحي اليمني. أعاد وباء كورونا كوفيد-19 مهنة الحلاق المتجول إلى عهود سابقة كانت قد ازدهرت فيها. وعامر محمود شاب عراقي نزح من أقصى غرب البلاد إلى أقصى شمالها، يعمل بمهنة الحلاقة منذ أكثر من 10 أعوام، ترك الأنبار بعد أن دخلها تنظيم داعش ليستقر حاله بإحدى ضواحي مدينة أربيل. استغل عمار مهنة الحلاق المتجول في زمن كورونا قاصدا كبار السن الذين لا يسمح لهم بالخروج، حفاظا على سلامتهم كونهم أكثر عرضة من غيرهم للفيروس. اسمي عامر محمد هندي، عمري 30 سنة، أشتغل حلاق. مبادرتي بدأت بداية انتشار مرض كورونا بالعراق، والفكرة حبيت يعني أخدم بلدي ولو بشيء بسيط. مثل ما تعرف أنت البلد يمر بأزمة اقتصادية،
وحبيت أخدم يعني الفئة مثل ما يقول فئة الشياب الكبار بالسن. أتلقى باليوم تقريبا اتصال 5 اتصالات 7 إلى 10. الأكل الأغلبية يعني الكبار بالسن الأطفال، تعرف أنت هذول أكثر عرضة للمرض، تلقى عندهم مثلا أمراض مزمنة القلب الرئة الكلى. عندما يأتيني اتصال من أحد الأشخاص الكبار بالسن أردت مثل ما يقول أموري، مثلا أدوات الحلاقة كلها أعقمها، من الجنطة، من المكاين، المقصات، المشوط، الفرج، أو أهم شيء ألبس الكمامة والقفازات. أتلقى مبلغ مالي بس شيء بسيط، يعني تعرف أنت هسه البلد مالنا يمر بأزمة اقتصادية، ماكو الأغلبية الأجور، والأجور تعرف أنت يشتغل كل قوت يومه، والناس قاعدة آجار، ناس متعففة ما عاد، بس آخذ يعني شيء رمزي، أكو بيهم ينطون مثلاً مبلغ هل هو بلسة الأغلبية ما أخذ منها، لأن تعرف أنت أنا طلقت هاي المبادرة مثل ما يقول تنذكر يعني في سبيل الله. شكل مجلس الوزراء اللبناني في 18 من حزيران الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، خطوة عدتها لجنة أهالي الضحايا جديدة وفعالة لإنصاف أبنائهم وذويهم المخفيين منذ أكثر من 30 عاما. وتزامنا مع ذلك رفع سياسيون وحقوقيون دعوة قضائية ضد رأس النظام السوري بشار الأسد بتهمة خطف مئات المواطنين اللبنانيين وإخفائهم في سجونه، وذلك منذ دخول القوات السورية إلى لبنان وحتى نيسان العام 2005. أطيب قهوة اللبنانية، أهلا وسهلا. بتفاؤل تعد لور غصن القهوة لضيوفها، وابتسامتها تخفي آلاما تعيشها منذ 37 سنة بعد أن اختطف زوجها شربل صغيب وهي في ريعان شبابها. أنا وقت انخطف جوزي كأنه ولادي صغار، 7 سنين و6 سنين ولادي، ما بيجوز هيك، يعني ملف المخطوفين لازم قبل الكل يحلوه. تعيش لور على ذكريات الماضي متعلقة بأمل شبه مفقود. أنا عندي أمل إنه جوزي بعده موجود وموجود بسوريا، وبتمنى إنه أيسر يفلتوا كل المخطيف. في حال كان أملي أنا مش بمحله، جوزي متوفي، على اللي بعرف بصلي له يا خيي، بس بكون فرج غيره، في غيره، في غير جوزي. يعني أنا صحيح عم بحكي عن جوزي بس في كتير ناس مخطوف. لور ليست وحدها، فهؤلاء الأهالي من فكوا يطالبون بكشف مصير أبنائهم الذين اختطفوا إبان الوجود السوري في لبنان بناء على شهادات لسجناء سابقين في السجون السورية، ما دفع السياسيين اللبنانيين إلى تحرك قضائي ضد رأس النظام السوري بتهمة خطف مئات المواطنين اللبنانيين. نحن تحركنا على أساس هالإفادة هذه، هذا التصريح، هاي الشهادة، بقى لحتى ينطالب ب 622 شخص مخفيين قسرا، أهلهم عم يطالبوا فيهم من زمان، وبوقت اللي النظام السوري بيقول بشكل كتير واضح أنه ليس لديه أي معتقل لبناني. خرجت القوات السورية من لبنان منذ سنوات، لكن جراح أسر المختطفين في السجون السورية لم تندمل بعد، مطالبين الحكومة اللبنانية بالتحرك إزاء هذه القضية، خاصة بعد أن كشفت الوثائق صور تعذيب السجناء داخل سجون النظام السوري بينهم لبنانيون.
وينضم إلينا من بيروت لقمان سليم مدير مركز أمم للأبحاث والتوثيق. أهلا بك أستاذ لقمان. إذن هذه الخطوة بالتأكيد تعتبر انتصارا، وكثيرون يعتقدون أنها تشكل أيضا منعطفا أساسيا لأحد أصعب وأعقد الملفات في لبنان. كيف تصنفها حضرتك، ولماذا اليوم، لماذا أقر القانون اليوم تحديدا وسط كل ما تعيشه المنطقة وخاصة لبنان؟ نعم، يعني اسمحي لي أن أخالفك في التوصيف بعض الشيء. هذا القانون 105 الذي أنشئت بموجبه الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا هو قانون يتعلق بكل المخفيين قسرا، ولا يقتصر على اللبنانيين أو غير اللبنانيين الذين تم تغييبهم في الغياهب الأسدية خلال السنوات الماضية. نحن نتحدث أيضا عن آلاف مؤلفة من اللبنانيين الذين تم إخفاؤهم قسرا خلال سنوات الحرب التي امتدت طيلة 15 عاما. وبالتالي يعني أريد التأكيد على هذه النقطة لأستخلص منها فيما بعد. الأمر الثاني هو أن تشكيل الهيئة بطبيعة الحال أمر مرحب به، كما كان إقرار القانون 105 في تشرين الثاني من عام 2018 مرحب به. ولكن في الحالتين، يوم أقر القانون كما يوم شكلت الهيئة، يبدو لي بأن هناك علامات استفهام كثيرة تحيط بالملابسات والظروف التي يعني جرى فيها الإقرار ثم جرى فيها التشكيل. في العام 2018 يجب ألا ننسى كان لبنان يعني يريد أن يظهر حسن نيته تجاه المجتمع الدولي الذي طالبه بمجموعة من القوانين للشروع بتطبيق مقررات مؤتمر صدر. والجلسة التي أقر فيها القانون يوم ذاك اعتبرت أنها تحت عنوان تشريع الضرورة، ولا بل ذهب أحد رؤساء الكتل النيابية الرئيس نجيب ميقاتي إلى التشكيك بشرعيتها. واليوم يأتي تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا في ظروف ملتبسة، فلقد تلا هذا التشكيل الإعلان عن البدء بتنفيذ قانون قيصر. ثم إن الهيئة غاب عنها أي ممثل حقيقي لجمعية مثلا المعتقلين اللبنانيين السابقين في السجون السورية. مع احترامي لجميع أعضائها أو لمعظم أعضائها، يبدو لي أن تمثيل هذه الشريحة من المخفيين قسرا تم يعني حذفها بالكامل. وكل هذا يقودنا إلى التساؤل، وهو تساؤل: أليس في إقرار القانون 105 ثم في تشكيل الهيئة مجرد محاباة ومماءلة واسترضاء للمجتمع الدولي الذي لم يكف عن مطالبة الحكومات اللبنانية المتعاقبة يعني أنت بخطوة من هذا القبيل؟ نعم، يعني البارحة أيضا تحدثنا على سبيل المثال عن انقطاع الكهرباء في لبنان وعن تشكيل الحكومة لمجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان. قيل إنه مجلس طائفي وإنه مجرد مجلس شكلي لإرضاء المجتمع الدولي والدول المانحة. إذن أنت تعتبر إن كان القانون أو تشكيل الهيئة يعني هي خطوة شكلية وربما لن تكون لها النتائج المرجوة أو الملموسة على الأرض، على أرض الواقع؟ يعني يا سيدتي ببساطة لا يمكنني أن أفصل بين الظروف التي جرى تحتها إقرار القانون والظروف التي جرى تحتها تشكيل هذه الهيئة والظروف السياسية عامة. وبالتالي نعم، أنا من المشككين أولا برغبة أو بالإرادة السياسية
للنظام القائم اليوم في لبنان بمعالجة وبالتصدي لملف الإخفاء القسري داخل الأراضي اللبنانية وخارج الأراضي اللبنانية بشكل جدي، وأظن بأن كل ما يفعله هو محاولة للإلهاء ولذر الرماد في العيون ولاسترضاء المجتمع الدولي من خلال تقديم هذا النوع من الرشاوة بين هلالين. نعم، ولو أنه بعض البنود أو بعض ما يعني حكي عن هذا القانون وعن طبعا عمل الهيئة يقر بالحق الكامل والحرية المطلقة لهذه الهيئة بالتقصي عن طبعا عن المخفيين قسرا وفي سوريا تحديدا، كيف يمكن منحهم هذه الحرية المطلقة في ظل وجود طرف لبناني في سوريا كما تعرف؟ تماما، يعني سوف أتناول هذا الموضوع، ولكن دعينا أولا نقول بأن تشكيل الهيئة ليس إلا خطوة أولى، فهذه الهيئة مطلوب منها اليوم أن تنتخب رئيسا لها، ثم المطلوب منها أيضا أن تضع لنفسها نظاما داخليا على أن يقر هذا النظام الداخلي بمراسيم تصدر عن الحكومة اللبنانية. إذن تسمية أعضاء الهيئة ليس إلا خطوة يعني على طريق طويل جدا ويمكن استئخاره وتعطيله بالسياسة كما نعرف وكما جرى في حالات أخرى. بالنسبة لموضوع المخفيين قسرا تحديدا في سوريا، للأسف الشديد جرى تسمية قاض هو القاضي معماري، يعني لا توحي تسميته ضمن أعضاء الهيئة بالطمأنينة. فهذا الرجل كان في عام 2005 على رأس هيئة شكلتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث مع السلطات السورية آنذاك في موضوع اللبنانيين المخفيين قسرا. وللأسف الشديد يعني لا أبالغ إذا قلت بأن هذه الهيئة شاركت في دفن ملف اللبنانيين المخفيين قسرا في السجون السورية، ولم تساهم على الإطلاق في الإضاءة على هذا الملف أو في تحقيق أي إنجاز. ضيفي إلى ذلك جميعا بندين آخرين. أولا، هذه الهيئة سوف تحتاج إلى تمويل. صحيح بأن تمويلها قد لا يكون كبيرا، ولكن يمكن تعطيل عملها أيضا من خلال حجب التمويل عنها. الأمر الثالث والمهم هو أن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن توقع بعض البروتوكولات مع الصليب الأحمر الدولي الذي باشر عمليا بجمع عينات عن المفقودين، وحتى اليوم لم توقع الحكومة اللبنانية هذا البروتوكول. إذن يعني كل هذه العوامل تدعوني إلى التشكيك، يعني آسفا بأن قضية المفقودين اللبنانيين خاصة وأن أهالي المخفيين يعني ربما عثروا على بعض الأمل بتشكيل هذه الهيئة. أستاذ لقمان، طبعا تحدثت عن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي يطالب بها المجتمع الدولي لبنان لتقديم المساعدة طبعا للخروج من المأزق وهذه الأزمة، لكن بما يخص قانون قيصر، البعض ربما أيضا يعتقد أن البدء بتنفيذ هذا القانون قد يعطي هذه اللجنة أو تشكيل اللجنة أيضا بعض الأمل بأن يكون عملهم بالفعل شفاف وحقيقي وليس مجرد خطوة شكلية. ما رأيك بذلك؟ أو قد يكون الأمر عكس ذلك تماما، وهذا ما يفسر يا سيدتي التزامن بين الإعلان عن البدء بنفاذ قانون قيصر وتسمية هذه الهيئة. فاليوم مع تسمية هذه الهيئة بات في يد السلطات اللبنانية ورقة يمكن أن تجابه بها المطالبين أو يعني جمعية أهالي المعتقلين في السجون السورية بأن الهيئة هي من يتولى الأمر، وبالتالي فإن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية سوف يخفض من كونه ملفا سياديا يناقش كما جرى في الأعوام 2005 ثم في 2009 بين ممثلين عن دولتين، ويتحول إلى مسؤولية هيئة يعني عمليا لا نعرف كم سوف تملك أولا من الاستقلالية،
ثم كم من الإمكانات للقيام بهذا الدور. نعم. لهذا المعنى يبدو لي بأن تشكيل الهيئة للأسف الشديد لا يصب في مصلحة القضية، قضية الإخفاء القسري هي يعني كلمة حق يراد بها باطل. أقول هذا ولست سعيدا بأن أكون على هذه الدرجة من الصراحة. نعم، نتمنى طبعا الإفراج عن هذا الملف بشكل فعلي وليس فقط بشكل شكلي. إذن لقمان سليم مدير مركز أمم للأبحاث والتوثيق كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. عاد لاعبو كرة قدم من مبتوري الأطراف إلى الملعب في قطاع غزة للمرة الأولى بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في القطاع، وسمحت السلطات الصحية بغزة استئناف النشاط في النوادي والصالات الرياضية. بعزيمة ملؤها الفرح يعودون إلى ملعبهم في دير البلح هنا في قطاع غزة، يعانقون الساحرة المستديرة بأطرافهم المبتورة بعد فراق فرضه عليهم تفشي الوباء القاتل. احنا كنا قبل كورونا عملنا تمرينين لكرة القدم، وأجت كورونا وقفنا التمارين، أما الحين بعد كورونا استأنفوا التدريب، الحين احنا هنا ملعب لكرة القدم بنلعب كرة قدم، واحنا متشوقين، الحين احنا بنتدرب ومتشوقين ان احنا نصل للدوري بنصير نلعب الدوري. يتحدون إعاقتهم متكئين على عكاكيزهم رغم ظروف الحصار المفروضة على قطاع غزة منذ 14 سنة. أنا ما خلتش شيء يأثر علي، عشت حياتي طبيعية، كل الناس اللي حواليا كانوا بيدعموني ودائما كانوا بيدعموني، وشاركت في كرة القدم كان أول مرة أشارك فيها، كان شعور حلو أن الواحد يمارس الرياضة، انبسطنا كثير اليوم. يستأنف حوالي 80 رياضيا من مبتوري الأطراف في القطاع نشاطهم في دوري كرة القدم الخاص بهم بعد أن حرمتهم صواريخ الاحتلال الإسرائيلي من ممارسة رياضتهم المفضلة طبيعيا. أكثر من 70% نتيجة الحروب، نتيجة مخلفات الحروب، نتيجة مسيرات العودة، يعني بسبب الاحتلال الإسرائيلي فوق 70%. تساهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إعادة تأهيل هؤلاء الرياضيين ودمجهم في المجتمع، لكن صمودهم والثقة في النفس أقوى من الحرب ومن الحصار. والآن إلى شباك هاشتاغ ونرصد فيه اليوم تفاعل اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وينضم إلينا علي رباح من بيروت. أهلا بك علي. إذن نبدأ بهاشتاغ حول كورونا وتسجيل 70 إصابة جديدة للأسف، ومع ذلك طبعا أقيمت الامتحانات الجامعية وسط غضب الكثيرين. بالفعل ديما، يعني عاد ملف كورونا ليتفاعل من جديد في لبنان بعد هذه نسبة الإصابات المرتفعة التي سجلت بالأمس، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل حوالي 70 إصابة جديدة. طبعا معظم المتفاعلين مع هذا الخبر كانوا طلاب الجامعة اللبنانية، إذ نددوا بمواصلة امتحاناتهم، وقرروا يعني وطالبوا بأن تلغى هذه الامتحانات على غرار إلغاء امتحانات الشهادة الرسمية. بطبيعة الحال ديما، كان هناك مؤتمر صحفي مشترك اليوم لوزير الصحة ووزير التربية، أعلنا فيه مواصلة الامتحانات في الجامعة اللبنانية بكافة كلياتها، لكن يعني نبقى الآن مع بعض تغريدات الناشطين حول هذا الملف، ونبقى مع تغريدة للناشط عباس نور الدين قال فيها: 66 إصابة كورونا اليوم بلبنان، حالة كورونا في الجامعة اللبنانية، أوضاع معيشية واقتصادية زفت،
وبعض وزير التربية ورئيس الجامعة مصرين ينزلوا الطلاب يعملوا امتحانات لكميت كلمة راسب ولكلمة الله يرحمه. بدورها غيدا صوفان قالت منطنش انه البلد عم بينهار ومننسى انه الكهرباء والاشتراك انجأ عم بيجوا ليقدر الواحد يدرس، بس ما فينا نطنش انه كورونا بانتشار متزايد. حالي بكلية الإعلام أبصر كم شخص عدا وحيكفوا امتحانات قبل ما النتائج تطلع، شو هالمنطق؟ هل قد أرواح الطلاب رخيصة؟ أما ماريا فقالت بهذا الخصوص صحة الطلاب أهم من الامتحانات، معقول مش قادرين تحسوا فينا تخافوا علينا؟ طيب معظمكم عندكم أولاد حسبونا منهم، أهالينا بخافوا علينا كمان ونحن منخاف عليهم، مني وعلي مستقبلي العلمي مش أهم من صحتي ومخاوفي وصحة يلي بحبهم. هاشتاج امتحانات الموت. هذا كل شيء بخصوص هذا الهاشتاج ديما. نعم علي، وننتقل إلى الهاشتاج الثاني وهو هاشتاج طبعا حزين جدا، لبنان يحتضر، نتمنى التعافي للبنان وللبنانيين وسط كل ما تعيشونه من انقطاع كهرباء إلى طبعا الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، الأوضاع الصحية، كل شيء. بالفعل ديما يعني انتشر هذا الهاشتاج كالنار في الهشيم إن صح التعبير، خاصة مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون اليوم، كما ذكرت من الانقطاع المتواصل في التيار الكهربائي إلى الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار والمزيد من انهيارات الليرة اللبنانية، وهذا ما يسبب بطبيعة الحال المزيد من غلاء الأسعار الفاحش في الأسواق. نبقى هنا مع تغريدة بهذا الخصوص لعصام عيسى قال فيها جارنا ختيار معطر بضيق نفسه على الشوب وما بيقدر يقعد ببيته من دون مروحة، وكل ما تنقطع الكهرباء بينزل يقعد على الرصيف ليتنفس شوي، بس طلع هوا الوطن بيخنق، قتلونا على البطيء، هيك وهيك في الله رح يحاسبكن، اذا مش بالدنيا بالآخرة. بدوره إلي شارك هذا الهاشتاج وقال السلطة الفاسدة وعصابة المصارف عم بيحاولوا يوهموا الناس وبمساعدة مأجورين على التواصل الاجتماعي إنه الدولار رح ينزل كتير ويلي معه دولار يبيعه هلأ، وعا حدا يصدق، قرطة حرامية، كل هدفهم ينشفوا الناس من العملة الصعبة فترة صغيرة والدولار رح يحلق أكتر، لبنان يحتضر. أما ديانا فغردت قائلة أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، الوضع بلبنان سيء جدا، وقبل الأزمة نحن فئة مهمشة بحاجة لمساعدة للهجرة، يا ريت تساعدوني بنشر هذا التويت. يعني ديما ياريت الواحد بيقدر يجمل الواقع، لما كنا طبعا اعتمدنا على هذه الهاشتاجات، ولكن كما تفضلتي الأوضاع بلبنان هشة جدا، وطبعا يمكن لهذه الهاشتاجات أن تعكس الواقع حقيقة الأمر. نعم لذلك علي طبعا لبنان ينتفض، وهذا الهاشتاج يتجدد منذ 17 من تشرين الأول أكتوبر الماضي كل حين وحين. وإذا ماذا لديك حول هاشتاج لبنان ينتفض؟ بالفعل ديما هذا الهاشتاج يعني يتجدد دائما، ولكن في هذه الأيام وكأن هناك عتب على الجمهور لأنه استطاعت ربما قوى السلطة كما يقول الكثير من الناس في الشارع بأن تقمع هذه الظاهرة، ظاهرة التظاهرات، وبالتالي هناك عتب والمزيد من العتب على الناس لأنهم رغم كل الأوضاع السيئة التي يعيشها لبنان إلا أن التظاهرات تبقى خجولة جدا، ربما بسبب خوف الكثير من الناشطين من الملاحقة، وبما أن هناك الكثير من الملاحقات الأمنية والكثير من الاستدعاءات للقضاء والتحقيق معهم. نبقى هنا مع هاشتاج لجين سعد قال فيه مثل العادي الشعب يتأقلم مع المشاكل وماشي حاله مع 3 ساعات كهرباء، ليش بنسعى للتأقلم مع الواقع والمشاكل وما منسعى نتحرر ونعالج المشكلة الأساسية؟ الكهرباء مثلها مثل غيرها من المشاكل يلي خربتنا. صباح الخير، لبنان ينتفض. بدوره محمد حراجلي قال
انه عم تعملوا زيارات واتفاقات بين بعض، انتوا اللي الشعب كارهكن وسببكن ونبثكن، وعم بتوزعوا الكيك على بعض، وكل واحد معتبر حاله هو الخلاص، وعم تاخدوا بركات رجال الدين. ما زابطة، بس المشكلة مش فيكن، المشكلة فينا نحنا، شعب عايش على الهوبرة. لبنان ينتفض، لبنان ينهار. وختاما ديما مع تغريدة ساخرة لنتالي قالت فيها: وائل كفوري، يا ترى العطر اللي بحبه بعدك بتحطيه؟ لا يتقبرني، صار العطر بمليونين ليرة. لبنان يحتضر. بطبيعة الحال هنا تتحدث نتالي عن غلاء الأسعار، خاصة مع الفارق الكبير الذي يعني بات يشكل فارق كبير بين الليرة اللبنانية والدولار، مع بعد أن لامس الدولار يعني أو تخطى 9,000 ليرة في السوق السوداء. هذا كل شيء من بيروت ديما. نعم. نعم علي، كل التضامن معك ومع كل اللبنانيين، يعني قلوبنا معكم في هذه المحنة، نتمنى أن تتجاوزوها بأسرع وقت ممكن. إذن علي رباح كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك، ونلتقي الأسبوع المقبل. شكرا. شبابيك متواصل مشاهدينا وفيه بعد قليل. فيسبوك j'étais en train de regarder, j'étais en France et je suis tombé sur une vidéo qui montre les militaires de Assad, comment ils sont en train de bombarder les villes. Et j'ai regardé la vidéo. لقاء مع رمان اسماعيل، بطل فيلم الأحلام المتواصلة الذي وثق المصاعب والنجاحات كلاجئ سوري في فرنسا. I love you. Ow. قفاز ذكي يترجم مباشرة الإيماءات إلى كلام. أهلا بكم من جديد. الأحلام المتواصلة فيلم من إخراج وإنتاج وتصوير خوان ديفيد روميرو. الفيلم ينقل مصاعب ونجاحات اللاجئ السوري رامان إسماعيل منذ طفولته في حلب إلى حياته الطلابية في فرنسا. شارك في المهرجان العالمي للأفلام عن الهجرة عام 2018 وعرض في 19 دولة في أنحاء العالم. Un jour, j'étais sur Facebook, j'étais en train de regarder, j'étais en France. Je suis tombé sur une vidéo qui montre les militaires de Assad, comment ils sont en train de bombarder les villes. Et j'ai regardé la vidéo. Une partie de la vidéo, ils ont montré ma maison. J'ai perdu mes voisins, j'ai perdu quelques connaissances. J'ai perdu un oncle par Daesh, il était tué par Daesh. J'ai perdu un autre oncle qui était tué par Al-Nusra. Moi, je suis réfugié, je sais c'est quoi notre situation. Les gens comme moi qui viennent en Europe ou en France, ils cherchent soit ses libertés, ils cherchent soit de... Il a ses objectifs dans la vie, en fait. Ils voulaient réussir dans leur vie, travailler, étudier. On ne vient pas ici pour s'installer, pour dormir, pour manger. Thank you.
وينضم إلينا رامان إسماعيل المهندس السوري وبطل فيلم الأحلام المتواصلة. أهلا بك رامان معنا. إذن يعني السؤال الأول البديهي الذي يتبادر إلى ذهن أو ذهني على الأقل، صور الفيلم في فرنسا، هل صور في أماكن أخرى؟ مرحبا استاذ ديما، يسعد مساكي وشكرا كثير على الدعوه. طبعا الفيلم تم تصويره بشكل كامل بفرنسا ولكن باربع مدن فرنسيه اللي هي ليون، انسي، بوردو وباريس. ويعني الجزء المتعلق بحياتك او بذاكرتك في حلب ان كان في طفولتك او لاحقا، كيف تم التحايل على المكان؟ هو فقط طبعا فيلم وثائقي اعرف، وانت تروي فيه طفولتك، لكن بأي مكان جغرافي اخترت أن تروي هذه الذكريات؟ هو بصراحة هي كانت صعوبة إنتاج الفيلم، لأنه أنا كنت حابب أحكي عن توثيق قصة إنسانية، يعني قصة كتير لاجئين سوريين عم يجوا على أوروبا. لهيك حاولنا نبعد شوي عن مشاهد الدم، نبعد شوي عن مشاهد الحرب اللي صارت بسوريا، وإنما نحكي عن الطفولة عن طريق شوية رسوم متحركة لحتى نحسن نقرب على المشاهد الأوروبي أو الفرنسي. فكان مثلا كان في بعض الذكريات ببيتي بسوريا بحلب، بعض الذكريات بمدرستي، بعض الذكريات على الحدود السورية التركية مثلا. نعم. هل بتشوف يعني هل برأيك إذا في بعض الأحيان فشلت الثورة أو بعض أجزاء من الثورة في الوصول إلى الرأي العام الغربي بسبب المباشرة في الطرح، بسبب الحديث عن عما يجري على الأرض، من طبعا إن كان عم تحكي أنت عن الدم وعم نحكي عن المعارك، عم نحكي عن المآسي، عم نحكي عن الدمار الذي حصل في الداخل؟ وصراحة أنا ما بعتبر إنه الثورة هي اللي فشلت، ولكن بعض الناس، بعض الأحزاب السياسية هن يلي فشلوا يوصلوا رسالتنا للشعب، للمجتمع الدولي. كيف فشلوا؟ لأنه للأسف حولوا القضية السورية يلي هي قضية إنسانية اللي عم بصير فيها مجازر، حولوها لقضية سياسية. أنا بعتبر إنه لازم نستغل السياسة لحتى نوصل رسالتنا، ولكن ما نحول قضيتنا لقضية سياسية. الشيء صار بسوريا، طلعوا ناس ثورة، طلعوا ناس لمظاهرات ليطالبوا بحقوق المواطنة، ليطالبوا لحتى يحصلوا على شوية حرية. ما طلعوا لحتى يطالبوا يشكلوا مثلا حزب سياسي أو يطالبوا برئيس. حتى شفنا هذا الشيء بأول مظاهرات بسوريا وقت كنا نطالب بس بمجرد مطالب كتير بسيطة اللي هي حق المواطنة، حق الدراسة، حق العمل. ونبعد شوي عن الفساد اللي كان يصير بسوريا من سنة السبعينات. يعني فأنا بشوف هذا هو الفشل للأسف، أنه صار عنا كتير أحزاب سياسية، صار عنا كتير تيارات، ولكن بعدنا عن الهدف الإنساني، عن القصص الإنسانية. اليوم مثلا أنا ليش حبيت أنه أناضل وأوصل رسالتي للمجتمع الأوروبي؟ لأنه وقت نحكي اليوم على الأخبار الفرنسية مثلا، بنحكي مثلا صار في قصف، مات 50 شخص وخلصت القصة. البني آدم الفرنسي اللي عم يتابع على التلفزيون الفرنسي ما عم بفهم شو عم بصير، ما عم بفهم ليش صار هالحرب بسوريا. هل هي حرب أم ثورة؟ هل هي حرب ضد داعش؟ الحرب بين مين ومين؟ ما بفهموا أي شيء عن الموضوع، عن الثقافة السورية أو عن الحرب اللي عم بتصير بسوريا اللي اعتبرها طبعا هي ثورة. نعم، لكن أيضا بالتأكيد ليفهموا أكثر ربما السوريون بحاجة للسياسة وليس فقط للقصص الإنسانية، والناس خرجت من أجل الكثير من الحرية بكل تأكيد وليس شوية حرية. طب رامان، أدي صعب أيضا أن تنجز أو تكون أنت بطل فيلم يتحدث عن حياتك ليس فقط كطفل سوري عاش في حلب وعن هذه الذاكرة، ولكن أيضا كلاجئ سوري في فرنسا. أدي صعب إنجاز فيلم بعيدا من تنميط صورة اللاجئ، يعني أن تكون هي قصتك أنت كرامان، كفرد اسمه رامان، وليس قصة كل اللاجئين السوريين في الخارج.
هو بالضبط يعني مثل ما نقول ضغطي على الجرح، لأنه أنا بصراحة مشان نرجع موضوع قصة الفيلم يعني الشيء صار أنه أنا تعرفت على المخرج الكولومبي الأمريكي عن طريق من خلال مظاهرة نظمتها مع جمعية سورية بمدينة ليون. إجا لعندي وقال لي أنا حابب أعمل فيديو عن حياتك. بصراحة الموضوع ما كان بيهمني، لأنه كنت أقول أنه في خطر كتير على حياتي وعلى حياة عائلتي يلي موجودين بفرنسا ويلي موجودين بسوريا، أنه نحن كتير بنعرف المخابرات السورية، النظام السوري وقوتهم يعني حتى بالخارج. لكن حبيت أستغل هالفرصة، بدل ما أحكي عن حياتي الشخصية أحكي عن أموري الشخصية، استغلت فرصتي لحتى أحكي عن موضوع اللاجئين بشكل عام، موضوع الصعوبات اللي نحن عم نواجهها بأوروبا بفرنسا، الحكم المسبق اللي مأخوذ علينا بدون ما حدا يعرفنا يعني للأسف يعني. فقلت هاي الفرصة، هاي فرصة ذهبية بالنسبة لي لحتى أحكي شيء اللي أنا عشته، لحتى أصير أحكي باسمي وباسم ممكن بعض اللاجئين اللي قصتهم تشبه قصتي، وما أترك بعض الناس يحكوا عن قصتي مثلا ببعض الأحزاب السياسية بفرنسا يلي بيستغلوا أي موقف سياسي أو إنساني لحتى يحولوه على موضوع عنصري ضد الـ ضد الـ ضد المهاجرين. فكان الموضوع كتير عن جد كتير صعب، إنه أحكي عن قصص حياتي، أحكي عن بيتي يلي بشوفه، لأنه أنا صرت أنظم مظاهرات بفرنسا، أنظم محاضرات بفرنسا بسنويات بجامعات. أنه تخيلي أنا شفت أكثر من 100 مرة بيتي وأنا بتدمر قدام عيني بالفيلم، وبعدين بقول معلشي لازم أسترد القوة من الشيء اللي عشته بسوريا، من رسالة الثورة، لحتى أحسن أشرح للمواطن الفرنسي الموجود قدامي سواء كان طالب ولا كان تابع لشيء حزب سياسي، أشرح له أنا شو عشت وشو بصير بي بسوريا. نعم روان إسماعيل، إذن المهندس السوري وبطل فيلم الأحلام المتواصلة، شكرا جزيلا لك، وعسى أن تبقى أحلامك وأحلام كل السوريين متواصلة دائما. شكرا لك. والآن مشاهدينا إلى وقفتنا الأسبوعية مع عالم التكنولوجيا والابتكارات، ومع مين؟ مع مين؟ سلمى ناصر. أهلا ديم. أهلا سلمى، شو نسيتين آخر يوم؟ لا ولو. إذن اليوم عنا كتير أشياء لطيفة وابتكارات فعلا مفيدة. صحيح. في عالم التكنولوجيا، بماذا ستبدأين؟ اليوم ديما كالعادة حنتكلم عن مجموعة من الابتكارات ممكن تحسن حياة الناس، ولكن مبدئيا حنتكلم عن قفاز ذكي يمكن أن يحول لغة الإشارة إلى كلام. فقد صمم أخصائيون في الهندسة البيولوجية قفازا قادرا على ترجمة لغة الكلام الأمريكية إلى كلام فوري. ويحتوي القفاز المترجم على مستشعرات دقيقة قابلة للتمدد تعمل حتى أطراف الأصابع، قادرة على التقاط حركات اليد والأصابع من خلال مواصلات كهربائية. وعندما يتحرك الشخص يده يمكن لهذا القفاز القدرة على ترجمة الحروف والأرقام والكلمات والعبارات إلى كلمات منطوقة تماما كالترجمة الفورية. يعني كيفية عمل هذا القفاز؟ القديم هذا القفاز مثل ما ذكرنا هو قفاز ذكي، فيه عبارة عن مستشعرات دقيقة ورقيقة جدا يمكن أن تتمدد حتى أطراف الأصابع. موجود فيها مواصلات كهربائية، هذه المواصلات قدرتها أو إمكانيتها أن تقوم بالتقاط حركة أصابع اليد. أنت مبدئيا هون المواصلات والمستشعرات قامت بالتقاط الحركة، ولكن كيف يتم ترجمة هذه الحركات إلى لغة؟ هذا بيصير عن طريق تطبيق اسمه تطبيق قسم أو كاستم، موجود على الهاتف الذكي. هذا التطبيق يعمل بمستشعرات الذكاء بالذكاء الاصطناعي وبخوارزميات التعليم الآلي، عنده القدرة أن يحول حركات اللغة الأمريكية إلى كلام. يعني أنا شخص أبكى، ممكن مثلا أعمل حركة معينة بلغة الإشارة الأمريكية، فالتطبيق يطلعها صوت للشخص الأمامي. بس بدي أحب أنوه أنه هذا التطبيق يستخدم لغة الإشارة الأمريكية، مش البريطانية، مش اللغة العربية، لأن معروف أن لغة الإشارة تختلف. اللغة العربية تستخدم اليدان، كلتا اليدين الأمريكية مختلفة عن البريطانية، فهذا مخصص لغة الإشارة. مختلفة عن الفرنسية. صحيح. عن كل لغات الإشارة مش موحدة في العالم. نعم. فهذا مخصص لغة الأمريكية. لكن مستقبلا ربما تطور. صحيح. لجميع اللغات. أكيد. يعني ابتكارات كهذا. هل في ابتكار شبيه بهذا الابتكار؟ صحيح. أو هل يختلف عن غيره من الابتكارات التي تساعد طبعا؟ مظبوط. فكرة القفازات المترجمة مش جديدة، ظهرت منذ عامين أو أكثر، ولكن ما يختلف هذا القفاز الذكي عن القفازات الأخرى، أولا إنه يحتوي على 600 علامة.
يعني معروف أن اللغة الشرحية ممكن فيها حروف، فيها كلمات، فيها عبارات. هذا موجود فيه 600 علامة يمكن أن يفهمها القفاز الذكي ويترجمها. شغلة تانية مهمة فيه خفته، وزنه خفيف جدا، فالشخص اللي حيستخدمه ما حيحس في ثقل على يده، كمان لأنه مكوناته خفيفة جدا فهو يعني ذات تكلفة منخفضة جدا سواء من النسيج المصنوع منه أو من المستشعرات. فهو حتى الآن هو يعني واحد من أفضل ابتكارات القفازات الذكية الموجودة، طبعا أحدثها. نعم طبعا تكلفته المنخفضة لا تعني أنه سعره حيكون منخفض، لا صحيح. لأنه الشركات تتاجر بهذه الابتكارات. وعندنا موضوع آخر له علاقة بكورونا. صحيح، أن مكيف هواء يمكن أن يقضي على كورونا، فقد تمكن باحثون في جامعة يوستن الأمريكية بولاية تكساس من ابتكار مكيف يقولون أنه قادر على التقاط جزيئات فيروس كورونا المتطايرة في الهواء وقتلها فورا. وقد أجرى الباحثون تجربة في مختبر أظهرت أن 99.8% من فيروسات كورونا الموجودة في الهواء قد قتلت فعلا بعد تشغيل المكيف. ويستخدم المكيف رغوة النيكل في عملية محاصرة الفيروسات وقتلها. إذن الموضوع يعتمد على مادة الرغوة. صحيح، هي رغوة مادة النيكل. النيكل هو فلز كيميائي طبعا شبيه بالفضة من دون ما ندخل في التفاصيل، ولكن هذا الفلز عنده القدرة على أنه يحاصر جزيئات صغيرة جدا في الهواء، ومعرف أنه فيروس كورونا من الجزيئات الصغيرة جدا، فهو لو قام بمحاصرتها ما بتقدر تتشتت بالهواء، وبالتالي يمكن تسخينها وقتلها، لأنه فيروس كورونا إذا تسخن لدرجة أكثر من 60 درجة مئوية يمكن أن يموت، فهو بالتالي بحاصرها بسخنها وبقتلها، وبالتالي لما يمر الهواء بيمر مفلتر ونقي في الأماكن طبعا الموجود فيها. ولو أنه لسه ما أكدوا علاقة اختفاء كورونا بدرجات الحرارة، طب كيف يمكن استخدام هذا الفلتر؟ هل هذا الفلتر ممكن استخدامه في أماكن كثيرة، خصوصا هلأ مع عودة الأطفال إلى المدارس، ممكن حط في المدارس في الصفوف الدراسية، في الطائرات هم طبعا جربوا بشكل مبدئي في إحدى الطائرات، كمان في المطارات، في المكاتب، في كل أماكن اللي بيكتظ فيها الناس. ويمكن هذا التطبيق جاء بوقته، خصوصا بعد كلام منظمة الصحة العالمية أنه فيروس كورونا عنده القدرة أن يتطاير على بالهواء. بلكي أيضا يستخدم في الكمامة لنقدر نتنفس شوي. هلا بك الصغري. نعم. في فلاتر موجودة للكمامات فعلا. نعم. وموضوعنا الأخير أيضا له علاقة بمكيف هواء. صحيح. بس مختلف، لكن هذه مرة مكيف هواء قادر ممكن لك القدرة على أنك تلبسي أو ترتدي. فقد أصدرت شركة سوني مكيف هواء شخصي صمم لوضعه داخل طوق القميص لتبريد حرارة الجسم، ويبلغ وزن الجهاز الجديد أقل من كيلوغرام واحد. وقد أطلقت عليه شركة ريكون، وقد أطلق هذه الشركة اسم ريكون باكيت، ويمكن التحكم فيه من خلال تطبيق على الهاتف ذكي مصاحب له. الجهاز يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم بمقدار 13 درجة مئوية، وذلك خلال 5 دقائق عند ضبطه على أقصى طاقة. كما يمكن أن يعمل كمدفأ في الشتاء، حيث يرفع درجة حرارة الجسم بمقدار 8 درجات مئوية. هذا الاختراع عم بحلم فيه صار لي سنوات طويلة. كنا نحلم فيه. كنا عم نحلم فيه، لكن الجدات والأمهات راح يقولوا بتاخدوا برد. كيف يعمل هذا الجهاز؟ هلا مبدئيا ديما يعني هذا أول جهاز أو خلينا نقول أول مكيف قابل للارتداء، شخصي قابل للارتداء. هذا المكيف صغير جدا في حجمه، وزنه تقريبا 85 جرام، يعني أخف من الهاتف الذكي. هذا سوني لما أخرجته قامت بكمان إخراج أو إطلاق قميص مخصص له حتى يتم وضعه داخل فيه، طبعا هو يتم وضعه خارج خلف العنق حتى يتم تبريد هذه المنطقة. عنده القدرة على تبريد درجة حرارة الجسم 13 درجة مئوية عند ربط، طبعا انت بتقدر تحكم فيه عن طريق تطبيق الهاتف، يعني هو مش عنده درجة معينة، انت لو حابة درجة حرارة تخفض أكثر يمكن تحكم فيه، او حتى يعني في الأجواء الحارة مثلا مفيد. صحيح، حتى في الأجواء الباردة مفيد، لأنه بيعمل باتجاهين. هو بيعمل على فكرة انه لو صار في وصلة كهربائية بين معدنين ممكن ان تقوم بتخفيض درجة الحرارة حسب اتجاه التيار. يعني هو في بطارية موصل بطارية، هذه البطارية تعمل لمدة 24 ساعة. هل طرحته سوني في الأسواق؟ سوني هتطرحه كمان شهرين، ولكن هلأ هو موجود في اليابان عند بائع التجزئة، ممكن يشتروه من هناك، يعني بائع التجزئة موجود في اليابان، ولكن حيتم طرحه عالميا خلال الشهرين القادمين بسعر 175 دولار أمريكي فقط. لكن أضيف ميزة تانية أنه الهاتف طبعا التطبيق اللي بيعمل على كل أنواع الهواتف سواء iOS أو أندرويد. لا. هو فعلا يعني متوفر. لا. لكل الهواتف الأشخاص اللي بيحبوا. سلمى شكرا كثير. اليوم فعلا يعني الابتكارات مفيدة جدا حتى لنا على الصعيد اليومي. شكرا جزيلا لك سلمى. هلأ فيني إليك، نلتقي الأسبوع المقبل أكيد. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا للمتابعة،
انتظرونا غدا عند الرابعة بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت القدس، إلى اللقاء.